إسماعيل كاخية، أنا كيماوي مواليد حمص سورية 1938. اشتغلت في أمور كثيرة، في التدريس وفي الصناعة. المهاجر في أي دولة مهاجر لسبب ما من دولة إلى أخرى، هل المهاجرين انقل عددهم أو كثر، أليس خلفهم وراهم خلفيات ثقافية علمية، منهم النجار والحداد والمهندس والطبيب، لماذا لا نستفيد منهم؟ وأنا بمنزلتي لا أستطيع أن أخرج من تركيا لأن جوازي السوري انتهى، والحكومة التركية مانعتني أطلع برات أضنة، ممنوع غادر برات أضنة. ليش؟ ممنوع، أنا مهاجر، ممنوع هويتك في أضنة. طيب أنا بدي أروح على مرسين، ممنوع. لماذا لا تستفيد الدولة من خبرتي؟ تركيا جنسية أخرى، أن تستفيد واستضافتهم، أن تستفيد من خبراتهم، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم النجار ومنهم الحداد، أصحاب مهن، فلماذا لا نستفيد منهم ومن خبرتهم ونسمح لهم بإقامة العمل؟ وأنا لقاء ذلك فكرت بإنشاء شركة كيماوية ضخمة باسم شركة كيماويات أضنة، أعطيها الاسم التركي. هذه الشركة بتصوري إذا قامت بدها أكثر من 1500 عامل، نصهم سيكونوا سوريين، ونحن سنستقبل العمال الأتراك أن يكونوا 50% ضمن الشركة، وهذا مخطط للشركة. كيماوي بدءا من صناعة الأسمدة إلى صناعة العطور والأرومات البرطانات. تركيا الدولة الأولى في العالم بإنتاج مادة اسمه بورون، أحد أنواع الأسمدة. تركيا هي الأولى، تليها الولايات المتحدة، وعندي دراسة كاملة للموضوع، بس أنا ممنوع أشتغل. ليش؟ أنا هون من 7 سنوات يعني قبل الأحداث، وأعمل مع مركز الأبحاث الصناعية في جامعة أضنة، ولكن لكبر سني أصبحت متقاعد، ومتقاعد ما لي تعويض منهم، فأصبحت في الشارع، وهذا خطأ أيضا. أنا بعد خدمتهم 5 سنوات أن أصبح في الشارع، 5 سنوات مقدم للمركز 1265 مشروع كهذا المشروع، 1265 مشروع كهذا المشروع، مركز الأبحاث الصناعية في جامعة أضنة. نعم. طيب وأن أصبح الآن في الشارع؟ نعم. أي عدالة هذه؟ ناس محاضرات في مركز الأبحاث الصناعي الزراعية في أضنة، تابع لوزارة الزراعة في أضنة. نعم. 3 مشاريع تغني تركيا، إذا ما قلت تغني سوريا والعالم. ما هي 3 مشاريع؟ لا أنا برجع بجود كمان سني ما هي رجعوني على الجامعة. إيه؟ أمام السن يعني أنا فوق المتقاعد، المفروض عندما أصبح الإنسان عمره 60 سنة قاعد، فأنا الآن 78 سنة يعني فوق التقاعد. أما طبعا يعود إلى أو عندي 5 أولاد في سوريا و17 حفيد وعايش غريب عنهم. المشروع الأول هو حب العزيز، محاضرة اللي حكيت فيها عن مادة اسمها حب العزيز. ما هو حب العزيز؟ نبات يعيش في الرمل ويسقى بماء البحر، يعيش في الرمل بالأرض الطبيعية صعب عيشته، ويسقى بده مي مالحة. أنا كمان زرعت عدة سنوات في حمص، كنت دوب ملح في المي واسقي. طيب هذا النبات يحوي زيت أكثر من بذرة القطن، بذرة القطن فيها 16 في 25%،
يحوي نشي نشتة ضعف البطاطا. البطاطا 20 هو 40. يحوي سكروز، السكر الموجود في البنجر 17%، يحوي 27%. بنجر شوندا يعني. فإذا هذا النبات نبات واعد أراضي البحرية في تركيا وفي الخليج العربي، اللي غير صالحة للزراعة هي صالحة لزراعته، ويسقى بماء البحر، يعطينا السكر والنشا والزيت. زراعة تزرع النبات وما عاد بده شيء. طبعا هذا معاكس للعلم الزراعي، وكان في مفاجأة وقت المحاضرة، 24 مهندس زراعي من كل أنحاء تركيا جو. هل يمكن زراعة بدون تربة؟ نعم يمكن زراعة، عفوا بدون ماء، لأنه تزرع بمادة اسمها سيليكا جيل. تمزج مع التراب. وتزرع بطاطا، شجرة زيتون، شجرة تفاح، أي شجرة أو زراعة. مدام في رطوبة بالجو، وأضن رطوبتها 100%، بتمص الرطوبة من الجو وتعطيها للنبات، ما بده ساية. الزراعة بدون تربة. يعني بهذه الغرفة نستطيع أن نزرع زراعة ما لنا بحاجة للتربة. هذا كيف زارعين شعير أربة بدون تربة بالصينية، وأصبحت بعد 7 أيام بهذا الشكل علف للحيوانات.